احنا هنلعب في تونس مش هنلعب في قطر. ماشي، انا داخل مع مجلس اداره يوم الاثنين ان شاء الله، يوم الاثنين هنعمل يوم الثلاث نظام صحفي خلاص. هنلعب في تونس في جوه ملعب الترجي، مش هلعب في قطر لو السما انطبقت على الارض، مش هلعب في قطر لو السما انطبقت على الارض. وقرار الوصول ما يلزمنيش، هو ياخدني بلد بتحارب بلدي، بلد ارهاب ضد بلدي، بلد بتولع العالم العربي كله، اروح ازاي يعني؟ حتى لو وصل هيقول لك ما تلعبش في افريقيا، روح على البطوله العربيه في افضل. لكن انا مش هلعب، شوف انا مش الترجي ده اللي هو ضدي، هلعب في ملعبه. ومش هلعب في قطر لو السما انطبقت على الارض، بعد ما نعلن بس بقرار مجلس الاداره يوم الثلاثاء ان شاء الله.